صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى أمك المظلومة الزهراء وعلى الدماء السائلات بين يديك وعلى ابن عمك مسلم ابن عقيل يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العداء ومسلوب العمامة والرداء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء يا محيي الزوار يا ابو علي حكم الاله بما جرى في مسلمين والله ليس لحكمه تبديل آوته طوعة مذ أتاها والعدا من حوله عدوا علي تجول فأحس منها ابنها بدخولها في البيت أن البيت فيه دخيل فمضى يا إلى ابن زياد يسرع قائلا بشرى الأمير فتنما عقيل فدعا الدعي جيوشه فتحزب على أثر القبيل قبيل فأتت إليه فغاص في أوساطها فأتت إليه فغاص في أوساطها حتى تفلل عرضها والطول تحمل يا مولاي حتى هوى بحفيرة صنعت له اي حرك اشجانك عليه حتى هوى بحفيرة صنعت له اهوت عليه اسنة ونصول ثم أخرجوه مثخنا بجراحه والجسم من نزف الدماء ثقيل ما أدري إلى إيه طاقة عد هذا البيت يولا قتلوه ثم رموه من
أين الصارخون؟ خل أقرأ لك الشطر الثاني. قتلوا ورموه من أعلى البناء وعلى الثرى سحبوا وهو قتيل. بعد وش سووا به؟ قال ربطوا برجليه الحبال ومثلوا به فيا ليت أصابني التمثيل. إن شاء الله ما عدنا يتيم فاقد حنان الأبو وله ابنة مسح الحسين برأسه وله ابنة مسح الحسين برأسها وليتم مسح الرأس فيه دليل. قال زينب علي بحميدة أجلسها في حجرة. حميدة قعد في حجري أنوح بدمع مذروفة ترى يا مهجة فادي أبوك انذبح بالكوف. يلا أصواتكم على أبو طاهر أعود عليك البيت واسمع الأبيات مش ديها. نقول حميد قعد في حجري ونوح بدمع مدروفة ترى يا مهجة فادي أبوك انذبح. مسلم يا حميد راح وخبرك يا بعد عمري جميع اللي جرب مسلم علي والله بيجري. إذا هو انقطع نحره أنا بينقطع نحره. راسي يرتفع بسنان ومن الجبهة مخسوف. أين الصارخون وحسينا؟ وإذا هو انذبح ضامي من الماء ما شرب قطرة. أنا مثل يذبحوني ومن الجبد متفطرة. وين الماء باجي؟ وإذا وسط الحفيرة طاح أطيح أنا على القبر. أعطيك تتفكر في البكاء ولا. وإذا وسط الحفيرة طاح أطيح أنا على الغبرة ويوقع سهم في قلبي ومن الروح ملهوف. ولي وإذا مسلم بقى وحده يا بنتي وهيج أحزاني. أنا مثل أظل وحدي وحاير بين عدواني. وإذا أسنان كسروها أنا بتتكسر أسناني. يكسرها بعصاته يزيد وزينب يا بنتي تشوف. وإذا جسم العدا دبوه من القصر للقاه ومن هشمة أضلاعه ولا واحد إلى فزاع. أنا يا بنت بخيول الجار مني تنطحر الأضلاع. الله أكبر. بعد يا أبو علي وإيش عندك من مصيبة؟ قال وإذا أنت تبكي عليه والدمعات تجري
تمسح على راسي والونات تخفيها. شنو بيقول الحسين؟ يقول لها ترى انا موجود امسح على راسك لا تخافين. اجل ابو علي وين راح نظرك؟ لكن بنتي سكينة من اللي يسليها يجي هالشمر بصوتها لجل جسمي يتعوف. صرخت اليتيمة وابدا قل لابويا يقلول الكوفة كبيرة وعدوان بيها كثيرة. بويا يا مسلم والله